ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يجاهد لنفسه، يعني فائدة الجهاد تعود إليك بنفسك. إذا أنت درست حتى صرت طبيبا، من استفاد؟ أنت أول المستفيدين. وإذا أنت جاهدت ودرست حتى حصلت على هندسة وشهادة الدكتوراه، من استفاد؟ أنت، وأنت أول المستفيدين. وأنت إذا جاهدت فكنت صدوقا أمينا وفيا عادلا مستقيما، من يستفيد؟ أنت. الناس يقولون أنه موظف حسن، أنه مهندس حسن، أنه تاجر صدوق، أنه كاسب وفي، أنه زوج حسن، أنها زوجة حسنة. فأول المستفيدين من الجهاد هو الإنسان نفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الحقيقة المنحرفون هؤلاء يضرون أنفسهم أولا، يعني أول من يتضرر من هو نفسه. كن صانع على دكان وبوق من فلوسه، من يتضرر؟ أنت. صحيح ربحت 1000 دينار مال البوق مثلا، لكن أنك ستشتهر في المجتمع أن هذا صانع سارق، أن هذا ملك دكتاتور، أن هذا وزير سفاك، أن هذا موظف مرتشي، أن هذا طالب كسول، أن هذا تاجر مرابي، أن هذا شاب يعقر الخمر يدور البغاء. أول من يتضرر هو الإنسان. يجب أن يملك أعصابه ملكا قويا. أي انحراف، حتى انحراف فكرها، فكر شنو؟ إذا صار عندك انحراف فكري، يعني فكرت في أن تذهب إلى البصرة لتشرب الخمر، هذا الفكر أضرك حتى إذا ما رحتها، لأن هذا الفكر يؤثر في مستقبلك، يؤثر في آخرتك، ويؤثر حتى في دنياك، وحتى إذا لم تكن أنت معاقب. إذا فكرت في أن تسب، إذا فكرت في أن تسرق، إذا فكرت في أن تزني، إذا فكرت في أن تستعمل العادة السرية، كلها أول متضرر أنت. نعم، الآخرون أيضا يتضررون بهذه الأعمال وحتى بهذه الأفكار، لكن أول المتضررين هو الإنسان نفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. بعدين الله يقول لا تتصوروا، يعني تشرح لكلام الله سبحانه وتعالى حسب ما نستظهره. الله يقول لا تتصوروا أن الله ينفع بصومكم وصلاتكم وخمسكم وجهادكم وحجكم وصدقكم وأمانتكم، إن الله لغني عن العالمين. الله غني، خل كل الكرة الأرضية يصبحون مجرمين، الله لا يهمه مقدار شعرة، وخلي كل الكرة الأرضية يصبحون أحسن الناس، الله لا ينفعه مقدار شعرة. تعرف شنو؟ الله لا ينتفع، بس أنت المستفيد وأنت المتضرر. إذا أمة، شعب، فرد، حكومة، دولة، عالم، خطيب، تاجر أحسن، أحسن إلى نفسه، وإذا أساء، أساء إلى نفسه. ومن جاهد، حقيقة إنسان يجب
أن يمشي في الطريق العدل، وكل ما نراه في العالم عبر، عبر كل ما نراه يجب أن نعتبر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. علماء الأدب يقولون في هذه الآية المباركة تأكيدات، إن الجملة الإسمية لا مقسم لغني، يعني والله الله غني، لام القسم يقال إن القسم مقدر فيه، يعني الله تعالى جاب ثلاث تأكيدات، هذا مو لنفعي، جاء أقول لكم استقيموا جاهدوا، الله غني، إن الله لغني عن العالمين، الله غني. وإذا حسبنا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذا يسمى تأكيدا رابعا في الآية المباركة. الفائدة الأولى التي نستفيدها من الجهاد في سبيل الله بألسنتنا، جهاد باللسان، أي مكان قعدت وقمت أمر بالمعروف انهى عن منكر، هذا جهاد. جهاد بمالك، عندك 100 دينار مشاهرة، 10 دنانير خليها للإسلام، ما أقول 90 دينار خليها للإسلام، 10 دنانير للإسلام خليها، هذا جهاد. روح إلى المسجد، هذا جهاد، تكثر السواد، روح إلى الحسينية، هذا جهاد، زوج العزب، هذا جهاد، اجعل لسان خير في الناس، هذا جهاد، كله جهاد. حتى أكو في الحديث جهاد المرأة حسن التبعل، يعني المرأة في الدار تكنس، تطبخ، تنفخ، في أيام النفخ اللي كان ينفخون تحت القدور، العالم أكو في كثير من القرى والأرياف مع توب كهرباء ينفخون تحت القدور، تغسل، كله جهاد. مرأة في دارها تخدم زوجها وأولادها بإخلاص وأمانة وصدق، هذا جهاد. الفائدة الأولى التي نستفيد من الجهاد أن الجهاد فائدته ترجع إلينا. الفائدة الثانية يا إخوان، صدقوا هذا الشيء، دائما الله مع الطيبين، دائما وأبدا، كن طيبا الله يكون معك، لأن الله يحب الطيب ويكره الخبيث. في الساعات الحرجة الله يأخذ بيدك وأنت لا تشعر كيف الله أخذ بيدك. وفي كل حياتنا جربنا هذا الشيء، لأن ماكو إنسان إلا يمر عليه شيء من المشاكل، وإذا يشوف الله أخذ بيده، لكن الله ما يظهر ولا يد له يد تظهر، وإنما قوة الله، قدرة الله، عناية الله، لطف الله، هذا هو الشيء الذي يكون معنا دائما في مشاكلنا. كان عندنا فرد تاجر طهراني، إنسان طيب جدا، السيد المصطفوي، هذا رأيته في كربلاء مكررا، ولعله ما أدري لأنه قبل 15-16 سنة توفي، ما أدري في المجلس أكو من رآه ما أكو من رآه. إيران تجار الشيبة يعرفون هذا الرجل، تاجر السيد المصطفى، وما أذكر اسمه شنو كان، بس هذا اللقب ماله. كان من أصدقائنا يجي إلى كربلاء وإحنا نزوره وهو يزورنا، هو سيد كان ويلبس أمامه خضرة، لكن تاجر جدا كبير كان، ويصرف أوقاته أغلبها في طاعة الله وخدمة الناس. شيء عجيب كان هذا التاجر واقع، ما الذي يجب أن يكون كل تجارنا هكذا إذا أرادوا الخير والسعادة. في أيام الطهلوي الأول، أبو هذا الشاه المخلوع رضا خان، ذاك الأيام هذا الشاه يعني الطهلوي الأول كان هذا رد الدين بالمية مية، وعميل استعمار كان، شيء واضح هذا. فكان من جملة، هسه ما أريد أنقل أحوال ذاك الرجل، وإنما أريد أنقل قصة لهذا الإنسان السيد المصطفوي. هذا كان ممنوع إخراج الفلوس من إيران في زمان البهلوي الأول، ممنوع، ومن هرب المال إلى خارج إيران فجزاؤه الشنق. جدا عجيب، يعني أنت 1000 دينار أخذت الآن، رحت إلى المطار وأخفيت هذا 1000 دينار وأخرجته
واتفاق المباحث قبض عليك، قدمت للمحكمة في طهران وإعدام. هاي قصة إيرانيين يعرفونها في زمان أبو هذا الشاه الفهلوي الأول رضا خان. تهريب المال من إيران جزاؤه الإعدام، هذا شيء. الشيء الثاني أن أي إنسان أوصل المال إلى رجال الدين فجزاؤه الإعدام، لأن دين ماكو خلص بعد انتهى. فإذا فرد تاجر أعطى إلى عالم ديني فرد 1000 دينار يساق للمحكمة ويحكم عليه بالإعدام. من يعطي فلوس لرجال الدين ذاك اليوم بعد؟ شو واضح؟ هو شنو يقصد من هذا؟ حتى أنه رجال الدين تنقطع عنهم الموارد المالية، وإذا تلقائيا تنتهي أمورهم وينتهي أمرهم، لأن الإنسان بلا مال لا يتمكن أن يعيش، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. أي إنسان يقدم أن يعطي لرجال الدين المال وجزاؤه الإعدام؟ أقول هذا الشيء حقيقة؟ ماكو. هذا السيد المصطفوي هو نقل القصة، وقلت إذا رحت إلى طهران فرد مرة اسألوا التجار الكبار، هذا كان معتمد كل التجار في طهران. إنسان شايب، أنا شفت 70 سنة عمره تقريبا، كان يجي إلى كربلاء كل شم يزور، كل سنة مرتين 3 مرات يجي كربلاء، يروح للحاج العمره من هالنوع كان، وأولادي يتاجرون أصدقائه في تجارته. هو هذا التاجر أمام الله فهلوي منه. هو ما كان يرسل فلوس للنجف والكربلاء للمراجع، وإنما كان يجمع من أصدقاء فلوس ويرسلها إلى كربلاء والنجف. يشوف لك يقول لك أنت متري تخدم الإمام الصادق في هالظروف الحرجة؟ إيسيان إيش كثر؟ فرد 1000 تومان أريد منك، يأخذ منه فرد 1000 تومان، 2000 تومان، 5000 تومان، ثم يهرب الفلوس فرد تهريب دقيق إلى أبعد الحدود. ولعلمكم صادفت هذه القصة من إيرانيين يزورون العراق، يعني إيراني ما يروح للعراق، شلون يروح الفلوس؟ فلوس تهريب ممنوع لرجال الدين أشد منعا، زيارة العتبات ماكو، وهذا يجمع فلوسه شهريا يرسل للنجف. ذاك الوقت كان عندنا سيد ابو الحسن الله يرحمه المرجع الاعلى في النجف، وكان قايل لسيد ابو الحسن انت لا ترسل لي وصول، لان الوصول خطر. سيد ابو الحسن الله يرحمه يكتب له وصل، لكنه يهرب الوصل ايضا بسبب الاشخاص الذين يتسلمون المال، كان يهربه الى المصطفوي. هالأسلوب حتى هذا المال واصل، لكن في الحقيقة يجب أن تعرف هذا الشيء كلش صعب. في الظرف تهريب المال ممنوع، يعني إخراج المال من البلد، إعطاؤه لرجال الدين ممنوع أشد. الشيء الثالث أنه في أيام ماكو سفر من إيران إلى العراق، بأي كيفية؟ الحدود مغلقة، فالتفاصيل ما علينا بالتفاصيل، بس شاهدنا أن عناية الله مع الإنسان المخلص المؤمن العامل. قال هذا مصطفوي، أنا قلي القصة بالذات سيد مصطفوي، قال أنه وصولات أبو الحسن كانت تأتيني، أنا كنت أخفيها في فرد جنجينة في أوفيسي، يعني في محل تجارتي كنت أخفيها في فرد جنجينة. فرد جنجينة الشكل، لكن كجنجينة دخمة، يعني في زاوية صايرة، مو جنجينة علنية. الجنجينة العلنية فيها بضايع فيها كذا كل شيء، وفرد جنجينة في الزاوية كان تأتيني وصولات وأخليها هناك. يقول خليت 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 وصولات، وهو على طول الخط هذا شغله، كان يجمع فلوس من الناس ويرسل للنجف لأبو الحسن أو لكربلاء. كان عندنا مرجع آخر في كربلاء اسمه السيد حسين القمي الله يرحمه، الآن ولده موجود ومن المجاهدين في خراسان، اسمه الحاج حسن القمي، أيضا أبوه كان مجاهد وهو مجاهد أيضا. يقول ذات مرة أنا صبح قاعد في دكاني، عنده متجر كبير، التجار يروحون ويجون ويشترون ويبيعون. يقول وإذا شفت 2
من السيارات الكبار محملة بالجيش والجنود وقفوا أمام محل المتجر مالي. يقول أنا ما أدري هذا شنو. دخلوا هم فرد 20-30، لأن تهلوي كان أسلوبه الإرهاب، يعني مو فرد اثنين يجون يأخذوك إلا حتى يرتبون السوق كله، فثلاثين جيش يجي يأخذونك إلا. يقول وقفوا أمام محلي، فهذول دخلوا فرد رابط أمامهم الجيش ومسلحة تفكهم بيدهم، دخلوا في المتجر مالي وسيارتين ألفت كل السوق، لأن محل في السوق صاير. يقول سألت من القائد، هذا القائد الكبير، شنو القصة؟ لماذا؟ قالت مطلوب للمحاكمة. أنا قال الوش، قالت تهرب فلوس الأسد أبو الحسن. أخ وقعت في الموضوع. يقول هذول سيارتين كبيرتين شاحنتين، هذول كل ما في الدكان شالوه، أي شيء في الدكان، حتى الزولية وحتى التليفون. لأن محل تهريب يجب أن يفحص ويبحث بدقة. يقول أنا في الحقيقة صرت في حالة موت، لأن أدري عن الشنق كل علاج ماكو. يقول وقت اللي ألقوا القبض علي وبذاك العنف ويشيلون الجنود غراضي، غراض الدكان الكبير مالي، ويذبوا بالسيارة كل غراض، أنا توجهت للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في قلبي. قلت له يا ابن رسول الله، أنت تدري أنا في أحرج الظروف بأخدمكم، وإلا لا أسد أبو الحسن أقربائي ولا حجر حسين أقربائي، وإنما أنه في أحرج الظروف الممنوع هذا الشيء أرجع أخدمكم، أنت تعلم وتكليفك. يقول توجهت ودوني خلص، وإرهاب لا قانون أكو لا أي شيء، إرهاب فظيع. ودوني في سجن منفرد زين، وأنا أحسب الساعات التي يحكم علي الفهلوي بالإعدام، لأن قلت لك اليوم ماكو أبدا محاكمة هالأشياء، ماكو في زمن كل الفهلوي هالأشياء ما كانت، وإنما حكم دكتاتور سريع. يقول بقيت في السجن، في السجن المنفرد يومين وثلاث أيام، والشك مني. هو قال سجن منفرد منعزل، وأكل وماء قليل يجيبون، والسجن كله ماكو لا فراش لا أي شيء، وأنا كل ساعة أنتظر إعدام، لأن أدري حكم هذا الشيء الإعدام، وأنا عدي فرد ألف وصل، مو فرد وصل مثل أبو الحسن وحجر حسين القمي. يقول على أنه فرد يوم شفت انفتح السجن، أجوا أجاني فرد واحد، هو فرد ضابط ومربوط بالسجن، أو على الأصح الضابط، لأن يعني ضابط غلط مشهور، وكاظم الناس يقولون هذا غلط مشهور أيضا، كاظم وضابط على وزن فاعل. يقول دخل هذا فرد واحد السجن، قالها خيرا. يقول أنا أنتظر إعدام، لأن من فتحوا باب السجن يعني إعدام. قلت خيرا. قال عفوا. عفو؟ قال عفو. شو العفو؟ محاكمة ماكو. قال لا ماكو. قلت زين، فسأروح إلى دكاني، لأن أنا ما أصدق. قال روح إلى دكانك. يقول أنا رأسا جيت إلى الدكان مالي، تم علي التجار الموجودين في الدكان، لأن حتى التجار يدرون أنا إعدام حكمي، لأن هل أسلوب أسلوب إعدام. يقول تم التجار، ها شنو خيرا محاكمة، سألوا عنك مصر. لا، كل شيء لا سؤال لا جواب، ثلاث أيام أنا بالسجن والسجن هالشكل وصفه، والآن مجوا وفتحوا الباب قالوا في أمان الله، بلا كفالة بلا أي شيء، أحكام دكتاتورية قرقوش على مشهور. يقول على أنه قال له زين شنو، قال له لك أخي لماذا أخذوك لماذا كذا. قلت هذا هو وقت اللي أخذوني هذا القائد الجيش اللي ألقى القبض علي، قال لي على أنه حكم عليك بأنك تهريب بفلوس للعراق لمراجع الدين، هذا هو. قال ثم شنو؟ قال ما أدري. يقول جيت إلى دكاني، شفت الدكان فارغ، ما مرجعين الأثاث، لأن كل الأثاث أخذوا من كل الدكان، وعشرين ثلاثين جندي كانوا، يعني مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، هواي كانوا. يقول جيت للدكان، فتحت الدكان أنا، لأن دكانه كانوا قافلي، هم قافلي، وقتهم مفتاح بيدي وقت اللي رجعت، فتحت الدكان، شفت الدكان كل شي ما فيه، يعني أرض وسماء، وكل الأقفاص خالية.
هل قفص اللي بيه الوصولات كل الوصولات موجودة فيه؟ ما شايف أحد من هؤلاء الثلاثين. هاي مو معجزة الإمام المهدي؟ كل شيء شايلين، حتى التليفون مالي قاطعه ومدي، لأنه لعله يكون في التليفون فرد إشارة، فرد علامة، فرد شيء للموضوع، غير الفراش والدفاتر والأجناس التجارية، كلها مدي. بس هذا الكنجين هنا بالزاوية فتحت بابه شفت كل الوصولات موجودة، ولا وصل مقيوس يعني مأخوذ. يقول أنا تشكرت من الإمام المهدي شلون أعمى هؤلاء، وعلمت. هو يقول سيد المصطفى الله يرحمه، قلت إنه من التجار الكبار في سوق طهران، كان كلش كبير كان. يقول على أنه ذاك اليوم أنا عرفت أن هذا الشيء الذي نحن نعتقد به أن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا معنى شنو أصلا؟ الإنسان الذي يعمل الخير ويقول الخير ويفكر الخير ويساعد في الخير، هذا الإنسان فائدتان. الفائدة الأولى حسن السمعة عند المجتمع، رفعة المكانة عند الناس، الذكر الطيب عند الجماهير، هذا أوله. الآن اذهب إلى أي سوق من أسواق البلاد الإسلامية، منو خير في هذا السوق؟ يقولون فلان. منو مزين في هذا السوق؟ يقولون فلان. شو واضح؟ وفي أي مجتمع وفي أي بلد وفي أي مسجد وفي أي تجار وفي أي مدرسة وفي أي وزارة، يقولون فلان وزير خوش وزير، فلان وزير لا تركي، فلان نائب خوش نائب، فلان نائب لا، فلان مهندس خوش مهندس، فلان مهندس آخر يبوق، فلان تاجر خوش تاجر، فلان تاجر موزين يرابي يقامر يشرب الخمر، مشهور يصير عند الناس. الشاعر يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة، خليقة يعني صفة، وإن خالها يعني ظنها، وإن خالها تخفى على الناس تعلن. عندك صفة صدق تعلن في الاجتماع، عندك صفة كذب هم تعلن في الاجتماع، ماكو فرق. يقال فلان كذاب، فلان دجال، فلان مرائي، فلان منافق، فلان فاسق، فلان عادل، فلان مصلح، فلان مرشد، فلان هادي، فلان سعي في الخير، فلان صدوق، فلان حسن الأخلاق في المجتمع. أول فائدة يجنيها الإنسان من الاستقامة فائدة حسن السمعة. الفائدة الثانية، إذا وقعت الله معك يأخذ بيدك وأنت لا تشعر كيف الله أخذ بيدك، هذه قليل فائدة. في هذه الآية المباركة التي تلوناها الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الجهة، يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إذا جاهدت فجاهد، فإن فائدة الجهاد تعود إلى نفسك، الجهاد في الدراسة، الجهاد في العمل الصالح، الجهاد في عمل الخير، الجهاد في مساعدة الناس، الجهاد في هداية الناس، جهادك فائدته يعود إليك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، الله غني عن كل إنسان، ففائدة عملك لا تصل إلى الله، وإنما تصل إلى نفسك أولا وإلى مجتمعك ثانيا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.